في بادرة تستحق التنويه، قامت شركتين محليتين بمدينة برشيد بصنع ممر تعقيم وفق نظام تحكم إلكتروني كامل يعمل تلقائيا فور دخول الشخص إذ يتعرض لبخار التعقيم الموجود داخل الممر. هذا الجهاز هو جهاز عبارة عن ممر للتعقيم، هو للمشاة، هو كيشتغل بشكل أوتوماتيكي عند العبور الداخلي، وهو لقد تم الصنع ديالو من طرف جهة شركتين، شركة فريغو برشيد وشركة فريغاكوم اللي كنسهروا على العمل ديالها، على السير ديالها. في الحقيقة احنا شركة كنشتغلوا في مجال التبريد والتكييف وإنشاء غرف التبريد، وبما أننا أبناء هذه المدينة، مدينة برشيد، قررنا باش نقدموا شيء منتوج اللي هو هذا جهاز ديال التعقيم، وذلك لأجل التصدي لهذا الوباء اللي في إطار الجهود اللي كتقوم بها الجهات المختصة الرامية للحد من انتشار هذا الوباء اللي اجتاح كل مناطق العالم وبما فيها بلادنا. ولهذا قررنا باش احنا مستعدين باش نكونوا وراء الإشارة الطلب ديال باش نقدموه لكل من يرغب في الحصول عليه. نقدروا 5 ديال الأجهزة نقدروا نقدموها في اليوم. تزامنا مع جائحة فيروس كورونا، ارتئينا نحن كممثلي شركة فريغو برشيد وفريغاكوم أننا نحاول نصنع هذا الجهاز اللي هو جهاز تعقيم ممر راجلين، وحنا يا رهن الإشارة ديال السلطات المحلية ولا السلطات الإقليمية أننا نزودوهم بآليات مثل هذه، أو كاين طرق أخرى مختلفة ديال مثلا تعقيم السيارات وكذلك تعقيم أسرة المريض. يعني هنا الحمد لله كاين أفكار شتى وأفكار مختلفة اللي نقدروا نزودوا بها يعني البلد ديالنا المغرب وعامة ولا المدينة خاصة. وينتظر أن تعمم هذه الممرات أمام مختلف المنشآت والمؤسسات العمومية والمحلات التجارية قصد ضمان تعقيم المواطنين قبل دخولهم إليها والتقليل من فرص إصابتهم بالفيروس.